قطاع الكهرباء المتكرر على عنبته غير معلن مسبقا بالنسبه لنا. نعم. القضيه بلشت معنا من الصيف العام. كان القطع متكرر وذهبنا الى شركه الشمال واتفقنا معاهم انه لا يكون قطع على عنبته الا بعد التشاور مع بلديه عنبته. نعم. وعلى هذا الاساس تم الاتفاق انه يخبرونا وبعدين احنا بنتصرف بنسوي الاحمال الزايده الموجوده على الخط احنا بنوزعها حسب ما ترتقي بلديه عنبته. وتم هذا الاتفاق. وتفاجأنا قبل 4 أيام بأنه هناك قطع متكرر بين الساعة 6 والسابعة مساء ودون علم مسبق للبلدية. طبعا هذا أعطى صورة سيئة جدا للوضع في داخل البلد مما أثار المواطنين. واتصلت أنا شخصيا نعم. مع شركة الشمال طبعا ما حدا رد علينا فاضطريت اتصلت مع وزير الطاقة الأستاذ ظافر ملحم وحكيت معه فقلنا له لأنه هو كان ضامن الاتفاق مع شركة الشمال وقلنا له يا عم القصة هيك هيك اللي حسب الاتفاق فقال إنه هناك في أحمال زايدة على الضفة الغربية كلها والإسرائيليين أبلغوا أنه راح يخففوا القدرة حتى يزودوا المستوطنات. نعم. وقلنا لهم إحنا عنبتة مش داخلة في الاتفاق مع نابلس لأنه إحنا خطنا لحالنا. هلا اللي كان يثير المواطنين صراحة بزيادة أنه كان في قطع على عنبتة والقرى المجاورة حوالينا يظل الكهرباء عندها شغالة 24 ساعة. فأعطى انطباع أنه هذا القطع غير مبرر. لما صار الشباب ونزلوا وعملوا احتجاجهم على الشارع. نعم. فعودنا الاتصال مع سلطة الطاقة. قالوا أنه خلال 15 يوم سيتم تشغيل محطة صرة. وسيتم حل مشكلة طول كرم محافظة طول كرم بالكامل. هذا حسب ما افاد المهندس ظافر ملحم رئيس نعم. سلطة الطاقة. يعني بصراحه نحن لن نخوض في التصريحات سواء كانت من الحكومه او حتى من قبل السيد ظافر ملحم لاننا كنا مسبقا قد تحدثنا حول هذا الموضوع وفي تصريحات متعدده التي حتى هذه اللحظه كما نقول دائما ابدا يعني نقيس الامور بتطبيقها على ارض الواقع وهي لم تطبق حتى هذه اللحظه. نامل ان تحل مشكله التيار الكهرباء في محافظة طول كرم لكن عنبتة هي منفصلة نوعا ما وبالتالي ربما الاستجاء بسبب القطع المتكرر. يعني لو كان هنالك يعني كما ذكرت أنت في البداية أنكم لم تكونوا على علم في موضوع قطع الكهرباء لذلك ربما جاءت المباغتة في القطع لكن صحيح. طالما أنه هنالك فترة 15 يوم إذا ربما سيكون جدول مثلا ترتيب لآلية القطع أم لن تتعرض للقطع قطع مرة أخرى. اليوم سنتوجه إلى نابلس بكل القوة الموجودة في عنبتة ونطرح معهم المشكلة يعني على الطاولة. نعم. يعني لن نرضى بهذا الوضع القائم. يعني اليوم صباحا سأتوجه أولا إلى سعادة المحافظ. ومن ثم يعني نحطه في صورة الوضع العام اللي حدث. نعم. و حوالي الساعة 10 سنتوجه إلى نابلس بجميع القوى الشعبية الموجودة في داخل بلدة عنبتة إلى نابلس حتى نضع حل نهائي لهذه القضية. نعم. إجمالا نأمل الحل السريع وأيضا ليس فقط لعنبتة لطول كرم ولربما لأماكن أخرى. شكرا جزيلا نائب رئيس بلدية عنبتة السيد عبد الفتاح نور على هذه المداخلة وهذا التوضيح ونأمل أن يكون هنالك أيضا صبر من قبل المواطنين نعلم وخاصة نحن الذين نعلم فسبع سنوات وثمانية عجاف بصراحة في انقطاع التيار الكهربائي وأصبحنا خبراء في العلم بخصوص القطع المتكرر.
المتكرر، إضافة إلى ربما الساعات الطويلة في القطع، ولكن نأمل إن شاء الله أن نجد الحل سريعا، أو تجد الجهات المختصة على وجه التحديد الحل مباشرة في هذا الصباح. صباحكم دائما جميل، وصباحكم يتكرر.